وديني بيت ابوي. نعم؟ ايش عندك ببيت ابوي؟ ابا روح بيت ابوي وديني لو سمحتي. انا قلت لك يلا خلينا نروح البيت نرتاح وايد احسن، لان شكلك معصبه ومستشره وما وراك غير المشاكل، فما نروح احسن. انوير عوض الله من شرك، وديني بيت ابوي. حياتي سيارتي ولا سيارتك؟ ما راح اوديك. صدق والله؟ اي لا لا يمين. اي يلا على بنفسك. يلا يلا وديني. زين خلاص بوديك.